أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه النافذة هنا من مشعر منى، بعد أن أمضى الحجاج حجاج بيت الله الحرام يومهم الثامن من شهر ذي الحجة في كيوم تروية هنا، وبدأ المتعجلين بالصعود إلى مشعر عرفات خلال الساعة الماضية. نقترب أكثر حول وضع الحجيج وحول الخدمات المقدمة لهم مع مراسلنا من هناك من صعيد عرفات، مراسلنا علي الشريف. علي، كيف تبدو الصورة لديك؟ نعم محمد، بالفعل يعني بدأت الصورة، بدأنا نلاحظ بدء وصول حافلات الحجاج هنا إلى مشعر عرفات، وأيضا الخطة، خطة التفويج بدأت فعليا بتنفيذها. بدأنا نشاهد طلائع الحجاج يتوافدون هنا إلى مشعر عرفات، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية لتصعيد هؤلاء الحجاج إلى مشعر عرفات، وكذلك نجاح الخطة الأولى من تصعيد الحجاج من المسجد الحرام إلى منى. أيضا هناك خطة صحية أعلنت عنها وزارة الصحة بكوادر صحية تجاوزت أعدادها 6000 كادر صحي، وب 32 منشأة صحية، أيضا منظومة متكاملة تعمل هنا في مشعر عرفات من الخدمات من الجهات الحكومية والجهات الخاصة على مدار الساعة. أيضا وزارة الحج والعمرة أكدت على أن 65% من الحجاج كانوا قد قضوا يوم التروية في مشعر منى، وأيضا متوقع أن يزداد العدد، وأن الحجاج الذين لم يستطيعوا القدوم إلى مشعر منى أن يقدموا هنا إلى مشعر عرفات. كذلك وزارة النقل أكدت على أن هناك خطة لحافلات ترددية تنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وكذلك قطار المشاعر. نعم محمد. نعم، شكرا لك مراسلنا علي الشريف، وبكل تأكيد سنبقى معك على اتصال دائم لمعرفة آخر المستجدات حول أوضاع الحجيج. نقترب أكثر حول ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام من خدمات مع أحد أهم القطاعات الفاعلة بشكل كبير مع الحجاج، مع قطاع وزارة الصحة. وسعدني يكون معي هنا في هذه النافذة مدير عام الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة الأستاذ وليد محمد عمرود. مرحبا بك أستاذ وليد. حياك الله أخوي حمد. ربما قطاع وزارة الصحة أحد أهم القطاعات، وكذلك مركز الاتصال 937 في وزارة الصحة ربما هو خط التماس المباشر مع حجاج بيت الله الحرام من خلال اتصالهم مع هذا المركز بشكل مباشر. ما هي أهم الخدمات أو أبرز الخدمات التي تقدمونها؟ يعطيك العافية أخوي حمد، شكرا جزيلا. مركز 937 هو أحد المنظومات الصحية التي تدعم القطاع الصحي، وفي موسم الحج يتم تفعيل عدة خدمات موجهة إلى ضيوف الرحمن. نقدم خدمات البحث عن المفقودين لا قدر الله، إن كان في أحد مفقود في أحد المنشآت الصحية ممكن إحنا نصل السائل عن أو الباحث عن هذا المفقود مع المنشأة الصحية ونصله بالشخص الذي يبحث عنه، وفي حال عدم وجود بيانات لدينا نستطيع أخذ البيانات وإيصالها إلى المنشآت الصحية والبحث عن هذا المفقود بشكل أوسع. ممتاز. طيب آلية التواصل فيما بينكم وبين الحاج، واعي بذلك واعني بذلك على سبيل المثال، ما هي اللغات المستخدمة لديكم في المركز؟ صحيح، طبعا يمكن انا ما عرجت على كامل الخدمات، يمكن البحث عن المفقودين هي خلينا نقول الخدمة الاولى. الخدمة الثانية احنا نقدم الاستشارات الطبية الهاتفية لجميع ضيوف الرحمن، كذلك نقدم الرد على الاستفسارات، اذا في استفسارات مثلا عن اقرب مركز صحي، وين ممكن احصل على خدمة معينة صحية، كذلك لو في بلاغ عاجل يحتاج له ضيف من ضيوف الرحمن في موقع معين نتداخل ونقدم له الخدمة. وللجواب على سؤالك، نقدم هذه بسبع لغات من ضمنها اللغة العربية والإنجليزية، وكذلك الفرنسية نقدمها، كذلك باللغة الأردو، التركية، الفارسية، الإندونيسية، فنقدم عدة خدمات وبعدة لغات بحيث أن احنا نسهل لضيف الرحمن الوصول للخدمة الصحية والحصول عليها بسرعة عاجلة. طيب هذا مركز الاتصال هو فاعل طوال أيام السنة لوزارة صحيح. الصحة، ولكن الخدمات التي تقدمونها للحجاج منذ يعني من أي يوم تبدأون في تقديم هذه الخدمات المخصصة للحجاج؟ طبعا يمكن مركز 937 يعمل على مدار العام، ندعم مواسم العمرة بشكل كامل. أول ما يبدأ موسم الحج تبدأ تتفعل الخدمات اللي لها علاقة بالحجاج وضيوف الرحمن. طبعا نقدر نقول ان احنا من بدايه الحجه تبدا خلينا نقول البيك حقنا او البدايه القصوى، لكن من قبل ذلك احنا نعمل. ليش؟ لانه فيه
ممكن يجينا مثلا استفسارات وين مواقع التطعيمات اللي هي قبل الحج ما يبدا، وين مواقع التطعيمات، كيف اصل على تطعيم الحج، كيف احصل على بعض الاشياء الصحيه، انا مريض وابغى اروح الحج وش النصائح اللي ممكن احصل عليها. فهذه الامور احنا نقدمها على مدار الوقت يعني بدون اي استثناءات، ونركز في الفتره حقت من 1 الحجة وما قبلها كذلك على الحجاج وعلى الخدمات اللي نفعلها من 1 الحجة اللي هي فيها بحث عن المفقودين وخلافه اللي يمكن ذكرتها قبل قليل. لكن مثل هذا يعني اليوم نحن في يوم التروية، في نهاية هذا اليوم، غدا عرفات، ثم بعد ذلك ايام التشريق، ايش اهم الخدمات اللي تقدمونها او التي يكون عليها طلب كبير لديكم انتم في المركز؟ طيب احنا خلينا نقول ان وزارة الصحة بشكل عام تهدف الى تسهيل وصول الخدمة الصحية، يمكن هذا هو الشيء الأساسي بشكل عام وبإتقان يعني خلينا نقول احنا نقدمها بشغف صراحة. المركز يعمل وفق هذه المنظومة. احنا طبعا نركز على كيف ان الضيف الرحمن لو احتاج خدمة صحية انه يصل لها بسرعة، ما يتأخر، المعلومة الذي يحتاجها اللي يحتاجها ممكن ايش يحصل عليها. في نفس الوقت عنده مشكلة او ما نسميها مشكلة، في تحدي مثلا في فهم او في حاجة، ممكن احنا نساعده في الحصول على المعلومة، كيف يحصل على المعلومة، نوضح له بعض الاستفسارات. لو في عندنا احتياج كذلك ان احنا ندعم بمترجمين من 937 عبر الهاتف لاحد المواقع نقدمها، بحيث ان ما يتأخر خدمة صحية عن ضيف رحمن. كم يعني مدى الاستجابة مثلا؟ انا لو بحاول اتصل على 937 كحاج، اتكلم انا كحاج لما احاول اتصال بهذا المركز الاتصال، كم انتظر من المدة لكي يتم تقديم الخدمة لدي؟ 937 ممكن يتميز دائما بسرعة الاستجابة في الحج. الان انا اكلمك وانا مطلع قبل قليل على شاشات التحكم، نسبة الاستجابة عندنا الان كافرج ثانيتين فقط للاستجابة. يصل المعدل في بعض الأحيان إلى 3 أو 4 ثواني، لكن الاستجابة تعتبر كمعيار عالمي سريعة جدا، ونفتخر فيها بوزارة الصحة لأن نقوم بذلك. طيب من خلال تلقيكم أول شيء، كم تقريبا معدل الاتصالات خلال الـ 24 ساعة؟ طيب خليني أقول لك أن احنا نستلم طبعا إذا على 937 بالمجمل نستقبل في اليوم قرابة 30,000. لا خلينا اللي على الوضع الطبيعي في الظروف الطبيعية. خليني أعطيك الحج من يوم ما بدينا حتى الآن، خلينا نقول من 1 ذو الحجة أفضل، تقريبا قرابة 8,000 مستفيد وضيف رحمن حصل على خدمة عن طريق 937، سواء كان بالاتصال الهاتفي أو عن طريق الخدمات الأخرى. لكنه متوقع خلال الأيام يعني هذا اليوم يوم التروية ثم غدا متوقع أنه يتزايد عرفات يكون بشكل أكبر. طيب إيش أهم الخدمات اللي تطلب منكم أنتم يعني المتصل لما يتواصل مع 937؟ إيش أكثر الطلبات اللي تجيكم؟ طلبات متكررة. أكثر شيء هو أنك يا أنه الضيف الرحمن يبغى يستشير طبيا، سواء بما يخص أدوية أو حالة أو خلافه، أو أنه يستفسر كيف يحصل على خدمة صحية أو كيف يصل إلى خدمة صحية، أو استفسار عام صحي عن احد الخدمات اللي ممكن تقدم له في المشاعر. يعني انا ممكن مثلا كحاج لو واجهت حاله صحيه حرجه لمرافق معي او لي انا شخصيا، هل ممكن تقدمون يعني الاسعافات الاوليه عبر الهاتف؟ احنا ممكن نعطي الجايد لاينز الاساسيه، يعني ممكن نعطي توجيهات عامه بحيث ان الضيف الرحمن يحصل على الاشياء اللي تساعده في انه خلينا نقول يتعامل مع الحاله اللي عنده الين ما يصل، سواء الى اسعافات اذا يحتاج اسعافات، او اذا حالته ما تحتاج ممكن تعطيه بعض الارشادات اللي يمشي عليها. يمكن انا يمكن ما عرجت في البدايه، طبعا 937 يخدم مناطق الحج، ترى يخدم مكه ويخدم المدينه، ليس فقط المشاعر اللي هنا، فيخدم في الجهتين. الحجاج اساسا في المدينه غالبيته في المدينه ثم يتولى مكه. احنا نعمل على الجهتين بحيث ان احنا نسهل الخدمات سواء في المدينه المنوره او في مكه المكرمه. والان الفوكس او خلينا نقول التركيز خلال الفتره هذه هي على المشاعر، بحيث ان جميع الحجاج الان في المشاعر. جميل، خليني اختم معك استاذ عمرو. معك الخدمات التكامليه فيما بينكم انتم كوزاره صحه بشكل عام ومركز الاتصال بشكل خاص وبقيه قطاعات الحكومه، انتم ممكن يجي لك اتصال يطلب خدمه معينه مش موجوده عندك. صحيح. طبعا من الاشياء اللي تميز مركز 937 خلينا نقول الرشاقه في العمل والتواصل الفعال. عندنا ارتباطات مع وزاره الحج والعمره، عندنا ارتباطات مع وزاره الداخليه ممثله بمركز العمليات الامنيه الموحد 911، عندنا ارتباط مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، مع الجهات الشقيقة في القطاع الصحي، نعمل وفق منظومة ممتاز بحيث أن نضمن أن اللي يجينا هنا يقدر يصل. اختصار يتصع عليكم ما يضيع بإذن الله بإذن واحد. شكرا لك الأستاذ وليد محمد عمرود مدير عام الإدارة العامة لمراكز الاتصال بوزارة الصحة، كنت ضيفا معي في هذه النافذة. شكرا لك. شكرا حمد، شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين، نهاية هذه النافذة هنا من مشعري من عودة مرة أخرى لاستديوهاتنا في أبوظبي ومتابعة بقية الأخبار مع الزميلة شانتال. إليك شانتال.